تعالوا نشوف مع بعض زي ما احنا متعودين تقرير عن الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات أو البست سيلر، ونرجع لحضراتكم على طول. اتفضل. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين التجارب الذاتية والتاريخ والرعب والروايات والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية غيوم فرنسية للكاتبة ضحى عاصي، والتي ترصد تخيلاً لتجربة من رحلوا مع الجنرال يعقوب الذي خرج مع الحملة الفرنسية من مصر. وقصدت الكاتبة تسليط الضوء على من كانوا في صحبته ومصيرهم باعتبارهم شخصيات منسية في كتب التاريخ. ثم يأتي بعد ذلك من أبرز كتب التنمية البشرية كتاب لا بطعم الفلامينجو للكاتب الدكتور محمد طه. ورغم صدور كتب حديثة لنفس الكاتب إلا أن القائمة لا تخلو منه، ويتحدث الكتاب عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. ثم تأتي بعد ذلك رواية قصصات بخط الجدار للكاتبة الشابة سما هاني. تدور أحداث الرواية حول فتاة تعيش حياة هادئة نسبياً حتى يبدأ جدار في محادثتها ويحذرها من حدوث كارثة. تحاول الكاتبة من خلال روايتها أن تناقش قضايا مجتمعية كالتفكك الأسري والعنف الجسدي. ولعشاق أدب الرعب والإثارة تتصدر القائمة أيضاً رواية ما أخفاه الرماد للكاتب يحيى صفوت. تحكي الرواية عن موقف مخيف يتعرض له بطل الرواية، فيجد نفسه في سباق مع الزمن ليكتشف حقيقة ما فعله في الماضي، وهل ما حدث الآن مرتبط به أم هي مجرد صدفة؟ من الكتب التي كانت في صدارة القائمة أيضاً رواية رصاصة في الرأس للكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى. تتناول الرواية قصة مقتل الشيخ الذهبي على يد التنظيم الإرهابي، وتدور الأحداث في سياق تشويقي. واختتمت القائمة بكتاب استراحة بين الكتب للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويتناول الكتاب عدداً من المقالات كتبها الكاتب عن أعمال قرأها وعن الكتابة وأهلها، ويسرد عدة مقالات تنشر للمرة الأولى.